السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رجعت لكم بموضوع يا إخوان مهم جدا بالنسبة للناس اللي عندهم طابعات الـ DTF. طبعا أحد الأسئلة اللي أجتني من الناس إنه كيف نفعل اللون الأبيض من برنامج المنتوب. تعرف في برامج نحكي اللي موجودة حاليا هسه في الانترنت، خاصة اللي بده يطبع للطابعات الصغيرة اللي هي زي الابسون، طابعات الابسون الصغيرة لازم تنزل برنامج معين خاص لطباعة الدي تي اف، ولازم يكون مفعل فيها اللون الابيض. طبعا يا اخوان في برامج ما بتقبل الا في كراك او نحكي مشترى من السوق، من مواقع الانترنت لازم تشتريها. فاحنا بدي افرجيك شغلي توفر عليك موضوع البرنامج وانك تشتريه من السوق، وكيف تفعله من برنامج المنتوب بكل سهولة وبكل اريحية. طبعا يا اخوان نحكي التفعيل بتم بطريقة بسيطة، بس لازم تتبعوا الخطوات تكون صحيح عندكم، ولازم تدققوا في ملفات معينة خاصة للدي تي اف لازم تكون موجودة عندكم عشان يقدر برنامج المنتوب يفعلها وتطبع من طريقة نحكي عفوا عن طريق البرنامج بكل سهولة. طبعا راح تستغني عن برامج اللي هي موجودة في السوق او انك تشتريها عن طريق المواقع. هذا المنتوب اذا ما موجود عندك، بس لازم يكون عندك موجود عندك برامج ثانية تفعيلية عشان يتفعل عندك، اللي هو اللون الابيض عن طريق برنامج المنتوب. اول خطوة بنسويها مثلا عندنا الصورة هذه نزلناها حاليا، مثلا مباشرة من نروح على البرينتر سيت اب. طبعا يا اخوان ملف الاي سي سي بيلعب معك دور كبير في تعريف اللون الابيض على المنتوب، تمام يا اخوان؟ هذه ملحوظة خذوها بعين الاعتبار، لازم يكون ملف الاي سي سي موجود فيه او نحكي ملفات الدي تي اف موجود فيها تفعيل اللون الابيض. بدون تفعيل اللون الابيض ما راح يكون شغال عندك على المنتوب. لازم يكون عندك في اليو في اي سي سي او الدي تي اف اي سي سي، تمام يا اخوان؟ نتفق على المعلومة هذه، لازم يكون عندك موجود الاي سي سي موجود فيه اللي هو اللون الابيض عن طريق اليو في اي سي سي او الدي تي اف اي سي سي، تمام؟ فاحنا بنروح على انستول كاستم، من ندور على نحكي ملف. انا مثلا عندي ملف هنا، هذا الملف الموجود عندي اللي هو برنت اكس مثلا، هذا موجود عندي، تمام؟ نعطيه ست. طبعا يا اخوان هذا الملف الاي سي سي الموجود عندي هو ملف خاص لطابعات اليو في ومتفعل فيه اللون الابيض، تمام؟ بنعطيه اوكي. طبعا يا اخوان مباشره احنا بس نعرفه او نحكي نعملها ست نحكي للاي سي سي، بنروح على البرنتر بنلاقي مباشره تفعل عندي البورد باسم برنت اكس، تمام يا اخوان؟ ايوه تفعل عندي اوتوماتيكلي في المنتوب او البورد على اشي اسمه برنت اكس، تمام؟ واعطاني ثلاث خيارات للطباعة اللي هي الباس 4 6 8 فقط لا غير، تمام؟ هسه في الطابعات الثانية نحكي او الاي سي سي نحكي الملفات الاي سي سي الثانية اللي هو نحكي للسليوشن بيعطيك خيارات كثيرة، نحكي ملفات الاي سي سي تاعت الدي اكس 5 او الاكس بي 600 او غيره من الهدود، السليوشن بيعطيك خيارات كثيرة في الريزوليوشن او الباس. ان هون الباس فقط اعطاني 4 6 8 فقط لا غير، تمام يا اخوان؟ وعند هنا متعرف على 6 باس زي انا معرفه على 6 باس، تمام؟ الخيارات خذوها بعين الاعتبار، طبعا اعطوه اوتو برنت، تمام؟ ان هنا بيعطيك طبعا ثلاث خيارات في الانستوليشن، بيعطيك ثلاث خيارات، البلاك اعطيك هو مينيمم بتخلوه مينيمم ما بتلعبوا فيه نهائيا، الباس زي ما هو حكينا زي ما هو موجود واعطيناه. طبعا يا اخوان هسه الخيار من ملف الاي سي سي اذا بتلاحظوا راح يطلع معي ملف الاي سي سي، طبعا انا بدي ارجع لكم بخطوه عشان افرجيكم شغله بس. طبعا يا اخوان اذا بتلاحظوا احنا اذا كان عندك ملف الاي سي سي مثلا دي اكس 5
لاحظوا عملنا له ست ورجعنا اوكي. نيجي على البروبرتيز نفتح. طبعا احنا عملنا الخيارات هذه كلها موجوده. طبعا يا اخوان هنا في خيار بكون ناقص، في خيار بكون ناقص اللي هو الوايت، اللي هو تفعيل الوايت. هذا كيف بتفعل؟ لازم يكون عندك الاي سي سي زي ما حكيت لكم، اللي هو يو في او نحكي دي تي اف اي سي سي، تمام، عشان يتفعل عندنا. نعطيه كانسل كانسل، نرجع مره ثانيه برينتر سيت اب اللي فعلته انا برنت اكس، بعطيه ست، نعطيه اوكي. بنرجع على الطابعه نعطيها، هي شايفين كيف تفعل عندي مباشره اللي هي البورت الاكس البرنت اكس اعطاني زي ما حكينا الخيارات وهي بنعطيه. شوفوا يا اخوان هون شو صار عندي، وايت انك سيتنج تفعلت عندي مباشره. حلو، هذه الملف الجميل اللي بينزل عندك انه المنتوب صار يتعرف عليه بدون اي برامج ثانيه. طبعا لانه في طابعات زي ما حكيت لكم، طابعات صغيره، عنده طابعات صغيره ما بيكون عنده برنامج يفعل عنده اللي هو اللون الابيض، فبيقدر يستعين في المنتوب، بس لازم يكون عنده ملف اليو في وايت والدي تي اف وايت. تمام يا اخوان، ملف الاي سي سي فايل هذا لازم يكون موجود، اذا ما كان موجود ما راح يطلع عندكم الخيار هذا. انا فرجيت قبل شوي ما كان موجود عندي، بس فعلت اللي هو اليو في وايت او الدي تي اف وايت اللي هو تبع الملف الاي سي سي، مباشره طلع عندي ايقونه الوايت سيتنج. تمام، نضغط عليها. اذا بتلاحظوا عندي اربع خيارات موجوده اللي هو الوايت ريزوليوشن كلر، هذا خلوه ما بنلعب فيه، هذا بتخلوه وايت اوف زي ما هو، كاستم بتخلوه 40 زي ما هو، الاولد دايركشن بتخلوه زي ما هو، ما بتلعبوا فيه نهائيا. تمام، كل هاي الخيارات نخليها زي ما هي. بنيجي على التشانل. طبعا يا اخوان اللي عنده طابعة نحكي دي تي اف الكبيره عليها هدين، لازم يكون عليها واحد ملون وواحد لازم يكون عليها وايت لحاله، او نحكي الطابعات الصغيره بكون عليها اربع خطوط اللي هو الملون وخطين ابيض فقط لا غير. احنا شو بنعمل مباشره؟ عندك تشانل الاول وعندك تشانل الثاني. عندي هنا بيعطيني المود لثلاث خيارات اللي هو تشانل رام، وبيعطيني اللي هو الوايت نورمال، وبيعطيني اللي هو الوايت مود. انا مباشره اول شغله بسويها بحول سبوت كلر. حلو معاي انتو؟ سبوت كلر، نضغط على سبوت كلر، نيجي على الخيار الثاني تشانل 2 بعمله برضو سبوت كلر. ما بنعمل خيارات هاي الوايت فول كذا، هاي انسوها، بلاك هذا انسى، نعمل سبوت كلر. سبوت كلر يا اخوان هو اختصاص لطباعه الاربع لون اللي هم سي ام واي كي زائد بلس عندك اللي هو اللون الابيض. السبوت كلر بيعطينا اللي هو الجهتين، طباعه الملون وطباعه اللون الابيض مباشره بعد ما تطبع اللون الملون، بيعطيك اللون الابيض دايركت فوقيه دايركت. فبدك تعمل الخيار لاثنين سبوت كلر. تمام يا اخوان، سبوت كلر جهتين. بنيجي للشانل، التشانل بنعطيه اللي هو الكفر زي ما هو، وهذا زي ما هو خلوه. عندنا هون خيارات كثيره للسبوت كلر، احنا بنعطيه هون نورمال، في عندك السمول اونلي، عندك المور ماست، عندك وبعدين الموست، عندك بعدين هو بتزيد اللي هو 10% 20 30 40%. انا بالنسبه لي يا اخوان ما بلعب هذه الخيارات نهائيا. حلو، ما بلعب في هذه الخيارات، فاحنا زي ما حكينا بنخليها زي ما هي. اللهم بنغير اللي هو سبوت كلر، سبوت كلر الكيرف هذا بنخليه زي ما هو، الكفر عفوا بنخليه زي ما هو، والنورمال بنخليه زي ما هو. تمام، في عندنا خيار الاخير اللي هو موجود التشانل نمبر. انا بقدر ازيد يا اخواني اذا كان عندي هدين هد اربع هدود ثلاث هدود، بقدر ازيد التشانل اللي بدي اياه بالطريقه هاي هون مباشره، بعطيه اثنين ثلاث اذا كان عندي ثلاث هدود، أربعة إذا كان عندي أربع حدود. تمام، طبعا هو مباشرة لما أعمل سبوت كلر هو بنسق الطباعة توماتيكلي بدون ما أنا أسوي أي شيء. هذا الحلو في الموضوع، بسيط جدا. إحنا بنعمل سبوت كلر وهو أثناء الطباعة بيعمل خيارات الطابعة وين تطبع الأبيض وين تطبع الملون، هو توماتيكلي لأنه هو أوريدي ماخذ الخطوط حسب السيتنج اللي معطينه إحنا في الـ ICC فايل. تمام يا إخوان، وبنعطيه أوكي
وهون احنا بنكون فعلنا كل شيء زي ما هو موجود، نعطيه اوكي يا اخوان، وبنعطيه بعدين اللي هو برنت فايل هيك، وبيحول لي الطباعه. طبعا يا اخوان انت بتقدر تعمل برنت فايل. طبعا يا اخوان اللي بده يستخدم البرنت فايل ما بدنا نسيف، احنا بنعطيه اوتوماتيكلي برنت. ليش؟ لانه اصلا برنامج نحكي المنتوب بيطبع اوتوماتيكلي منه دايركت بدون ما انت بتروح على برنامج اللي هو المانجمنت، ما في داعي، مباشره بتعطيه اوكي بيطبع عندك الطباعه دايركت على الطابعه المشبوكه عندك اللي هو البورت اللي شبكناه عنده. تمام يا اخوان، بدون اي غلبه ولا اي مشكله نهائيا، من هون بتطبع دايركت، ما في داعي انك تحول على المانجمنت تبع المنتوب وهناك تعطيه ستارت برنت. تمام يا اخوان، ما في داعي لهذا الكلام، مباشره من هون بتعطيه اوكي وخلاص، مباشره بتطبع عندك الماكينه وبتتحول عندك. طبعا حسب ملف الاي سي سي فايل الطابعه بتطبع عندك بالشكل الصحيح، بس احنا زي ما حكينا عملنا خيار اللي هو سبوت كلر، وهي لحالها بتعمل اوتوماتيك في الطباعه ان شاء الله بدون اي مشاكل. وبارك الله فيكم يا اخوان، اكيد لا تنسونا بدعمكم للقناه لانه هو ان شاء الله اكبر نجاح لنا ولكم باذن الله تعالى. واكيد لا تنسونا بالاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يصلكم كل جديد، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بالموضوع هذا. وبارك الله فيكم، ونشوفكم حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.